الشعب. بما انه لم يقم دليل على ارتكاب المتهم نوار رشدي بجريمة قتل المرحوم عصام خيري، فقد قنعت المحكمة بان الحادث لا يخرج عن كونه حادث انتحار، كما ايدت ذلك التقارير الطبية وحالة المتوفى الصحية، وكذلك تقرير الطبيب الشرعي المتضمن تشريح الجثة. لذلك تقرر الحكم ببراءة المتهمة مما نسب إليها وإطلاق سراحها فورا إن لم تكن موقوفة بجرم آخر. وين اللعبة يا بابا؟ حاضر يا حبيبتي، بكره بشتري لك لعبة كبيرة كبيرة. وانا كمان يا بابا بدي مسدس رشاش. تعالوا يا اولاد اتركوا ابوكم حتى يرتاح. بلا السرد فؤاد اتاخر اليوم 5 دقايق. الساعة 2:15 بالضبط. انا ميت من الجوع يا حكمت. سلامتك يا استاذ، انا عملت لك اكل بتحبها كثير. معكرونة معكرونة بالفرن. يا سلام يا سلام، تسلم ايديك يا حكمت. وإن شاء الله الليلة على موعدنا رايحين نسهر. نسهر والله عندك حق، لكن أنا متأسف كثير يا حكمت لأنه عندي قضايا. طبعا اعتذار مثل كل مرة. تعرفي يا حكمت، في ناس أبرياء مظلومين بحاجة إني أعاونهم ودافع عنهم. قضايا قضايا قضايا، يعني الأمر بينتهي والقضايا ما بتنتهي. معليش يا حكمت عذرين، أنت زعلتي. يا سلام، يعني البوس تعويض عن السهرة. استاذ فؤاد عزت موجود؟ نعم يا ست. شكرا. مين؟ نوال. نوال. اهلا اهلا بالفنانة نوال، الحمد لله على سلامتي. الله يسلمك يا استاذ، ما هو الفضل اللي دفاعك عني اللي خلصني من عذاب السجن. والله يا نوال انا قمت بواجبي اعتقادي منك بانك بريئة. والله العظيم بريئة يا استاذ. يا ستي انا متأكد من براءتك، لذلك كنت بدافع عنك بكل علمي ووجداني. يا سلام يا استاذ فؤاد، قديش انت رجل محترم وقديش انا معجبه فيك، وبشرفي هالكلام ما في مجامله، كله صدق بصدق. تفضلي. ميرسي. قال لي يا استاذ فؤاد، انت عارف السبب مجيئي لعندك؟ لا. انا جاي اولا لاشكرك، وثانيا لادفع لك الحساب، وثالثا يا سيدي هيك على حفله صغيره في الكباريه اللي بشتغل فيه، اذا بتقبل دعوتي. تدعيني انا؟ ايوه. بتشكر كثير.
لكن انا ما بستطيع اني لبي دعوتك. والسبب يا استاذ؟ السبب يا ستي هو مركزي الاجتماعي اللي بيفرض علي اني امتنع عن حضور الملاهي والكباريهات، وخصوصا عندي قضايا كتيرة لازم انهيها. لكن يا استاذ فؤاد، الكباري اللي بشتغل فيه انا هو من ارقى الكباريهات في البلد، زباينه من الطبقات الراقية المحترمة. صحيح، لكن انا عمري ما سهرت في كباري. لأجل خاطري. خاطري؟ أيوة خاطري يا استاذ فؤاد. انت حسابي خالص يا ست نوال. لكن المبلغ اللي اخذته ما بتناسب مع جهودك واتعابك. لا لا، انا اخذت زيادة عن حقي. طيب متشكرة يا استاذ فؤاد. اذا الليلة بنتظرك في الكباري الساعة 9. لا لا ارجوك اعذريني. وحياتك يا استاذ فؤاد انك لا تكسفني. استغفر الله، لكن انا الليلة الساعة 9 بنتظرك في كباري الطاحونة الحمراء. يا ست نوال. ولا يهمك يا استاذ، اشرب الويسكي احسن دواء للفرفشة ونسيان التعب كمان. صار وقت
فؤاد، أنا شايفتك تعبان من جو الكباري. أنا حاسس إني رايحتني يا نوال. طيب يلا كفي سهرة عندي في البيت. عندك في البيت؟ أنت بتخاف مني؟ وهتفكر إني حاضع لك هتم مثل ما اتهموني. أوب يلا. أنا تأخرت يا نوال. آه لسه طوال السهرة. أنا راسي تقيل يا نوال ودايخ. غليت قلبي يا فؤاد. ألو؟ نعم أستاذ موجود، لحظة واحدة. فؤاد، فؤاد طالبينك من المكتب يا فؤاد. فؤاد الساعة 12 يا فؤاد. نسيتني يا أستاذ. إيه يا أستاذ، مفاجأة غير منتظرة؟ لا 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 أبدا أبدا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بنوال، نوال العزيزة. شايفتك مو على بعضك. لا بس تعبان شوية. تعبان؟ سلامتك من التعب. أنا عازمتك اليوم الظهر على الغداء. لكن لكن ما في لكن، أنت تعبان ولازم تريح أعصابك. أعصابي؟ طبعا أعصابك. أنت مفكر أعصابك حديد؟ كل يوم قضايا، كل يوم محاكم. لكن هذا عملي، شغلي. كيف بتريدي ساوي؟ لا تساوي شيء، لأن العمر بينتهي والشغل ما بينتهي. معك حق يا ستي، معك حق. الو مين؟ شوفي يا حكمة، تغدي انت والولاد. انا عندي شغل اليوم، رايح اتأخر عن الغداء. وضروري الشغل يا فؤاد؟ ضروري كتير يا حكمة. طيب خد احكي، غادة وعصام بيريدوا يحكوا معه. بابا انت اتأخرت يا بابا، احنا جوعانين. سبقوني يا عصام وتغدوا مع امكم. وانت يا بابا؟ عندي شغل يا حبيبي،
طيب يا بابا، لما بتخلص الشغل تعال عنا غدا بدي تحكي معك. بابا انت تأخرت يا بابا ونحن صرنا جوعانين. سبقوني يا حبيبتي. تركيني يا حكمة. لازم احكي معه، لازم لقي حل للحالة اللي وصلنا لها. قلت لك اتركيني. معي فؤاد، صار لك 5 أشهر بس بدي اعرف مين اللي غير مجرى حياتك وخلاك ضايع لغير عادتك. قلت لك اتركيني. معي فؤاد، انت تغيرت تغير كلي، صرت سكير مدمر على الخمرة بينما كنت تكره كل انسان بيشرب الخمرة. تهيتي الله يعطيك العافية. حرام عليك يا فؤاد. بس طيب نحن بنعرف شغلنا. خسرني الدعوة الله يخسر حياته. وانا والله شفته لمص دمه. رجال المالك سلموا مني. يطول بالك طول بالك، هذا واحد نصاب. طولوا بالكم طولوا بالكم، الله لا يوفقه. استاذ فؤاد لسه ما اجا؟ لا ابدا. يا محمد أفندي، الأستاذ كل 4 أو 5 أيام بيحضر مرة واحدة وبيروح. والمكتب يا محمد أفندي؟ المكتب صارت حالته يرسالها، والزباين أكلت وشي أكل وهني رايحين جايين، والأستاذ فؤاد مو هون. وبعدين؟ بعدين الله يستر يا ست. حكمت حبيب سأل عني يا محمد أفندي. الزباين رايحة جاية بتسأل عن معاملاتها. طا
الطيب وغيره في كتاب هلأ وصل من نقابة المحاماة. نقابة المحاماة. كنت عارفة انك رح توصل لهالنتيجة يا فؤاد. انت رجل القانون يلي بتدافع عن الاخلاق اصبحت بهالمستوى المخجل. حتى النقابة يلي كنت ركن من اركانها تبرأت منك. يا اسف يا فؤاد يا اسف. بس يا حكمة بس تركيني وروحي على البيت. بتقلي روحي على البيت؟ البيت يلي هدمته وروعت اطفاله. لكن رح يجي يوم وتندم فيه يا فؤاد. كفاية تجريح يا حكمك. الجرح هو جرحي وجرح أطفالي. أنا رايح لكن بدك تندم على أعمالك. فصلوك عن العمل؟ نعم يا ستي فصلوني. ولا يهمك يا حبيبي أنا موجودة. اي نوال راحت. وهو من ساعتين. نعم واحد ويسكي دي مصاري على حساب نوال. لا يا حبيبي لا نوال ما بتدفع. هي اهلتها ارجوك لا تناقش المسافر وتعطي معي انا عندي شغل كثير. Thank you.
نعم يا استاذ فؤاد. بدي افهم ليش انت عم تتحاشيني وتبتعدي عني؟ بعدين معك يا فؤاد، يعني ما رح تتركني شوف شغلي؟ فهي بقى 7 أشهر وانا بصرف عليك يا اخي، شو شريتني؟ تركني شوف عملي بس. لكن انا بحبك يا نوال وضحيت لاجلك بكل شيء. روح بوحدة مثلك، انا مش فادت لك، عندي شغل.
نتحاسب. تعرفي عائلة المحامي فؤاد عزة اللي كانوا ساكنين في هالشارع؟ والله ما بعرف يا أخي. عمري ما سمعت فيها الاسم. من فضلك عائلة المحامي فؤاد عزة تعرف فين ساكنين؟ والله ما بعرف، قال عنهم بالشارع الثاني. طيب شكرا. وبعدين صار لي 15 يوم طالع من السجن وأنا بفتش عن عائلتي لكن دون جدوى. سألت الجيران؟ سألت كل إنسان بعرفه لكن عبس، اختفى أثرها هي والولاد. لا تيأس يا أستاذ فؤاد، إن مع العسر يسرى. ولسه بتنادي لي أستاذ يا محمود أفندي.
أنا أصبحت لا أملك أي شيء من حطام الدنيا، فقدت مركزي وشهادتي وكرامتي، وأصبحت عالي على المجتمع. اسمع يا أستاذ فؤاد، في عمل بمزرعة وادي بردة براتب 300 ليرة سوري، وكيل أعمال ومحاسب، فما رأيك؟ يا ريت. إذن استعد من بكرة الصبح. ألف شكر. شوف يا فؤاد أفندي، الماما مبسوطة منك كتير لاستقامتك وأمانتك وحسن تنظيمك للعمل. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك وظن السيدة والدتك. بعدين لازم نلفت نظرك لشيء مهم، مثلا أختي كوثر. مالها؟ بتقلك الماما اوعها تعطيها أي قرش، حاكم البابا الله يرحمه كان مدلحها كتير ومربيها ترباية دلال، ما إنا قادرين نردحها إلا بحبس المال عنها. يعني لا يمكن صرف أي شيء بدون استشارة الماما وأخذ موافقتها بالذات على الصرف. تحت أمرك يا ست نادية. والعمال دفعت لهم أجورهم؟ باقي لسه 4 عمال. طيب لما بتنتهي من الدفع ابقى ابعث لنا كشف الحساب. حاضر يا ست. الله يعافيك يا عم محمود، اهلا وسهلا. خير؟ جاي تاخذ حسابك؟ اذا كنت بتريد. على عيني وراسي، والله انا امبارح عملت لك حسابك وباقي لك 150 ليره. تفضل فوت. شكرا. الله يديمك يا فؤاد افندي ويعطيك ليرضيك. الله يخليك، شكرا كثير. اشكرك. اتفقنا بكرة الساعة 5؟ اوعي تنسي المبلغ، انتي وعدتيني في اليوم. بكرة حاكم المحاسب الجديد محافظ على القانون اكتر من القانون. وبعدين يا كوثر؟ وبعدين لازم اعطيه درس، لازم يعرف اني انا صاحبة الامر والنهي. لا تخاف انا وبعرف كيف بدبر. مين الشاب اللي مع الست كوثر يا عم محمود؟ يا سيدي لا تتعب راسك، الست كوثر والسيد صديق العائلة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فؤاد فندي موجود يا عم محمود؟ نعم موجود. نعم يا أنسي كوثر. حضرت لي 500 ليرة اللي طلبتهم منك الصبح؟ والله أنا آسف يا أنسي. آسف؟ أنت مفكر أني طلبت المبلغ من بيت أبوك ولا من مالك الخاص يا سيد فؤاد؟ استغفر الله، المال مالكم والبيت بيتكم، أنا موظف بسيط بنفذ الأوامر. أوامر مين؟ أوامر الست والدتك. لا أنت زودت كتير، أنا غير ممكن استحمل أكثر من هالشي أبدا. بعدين لازم تعرف اني انا الامر الناهي بالمزرعة وبدك تطيع اوامري. مع احترامي اليك يا انسة كوثر، انا لا يمكن اني اطيع الا اوامر السيدة والد. اما صحيح وقح. وقح؟ تفزي بكرامتك وادبك يا انسة كوثر، ولا بعدين تسمعي اشياء لا يمكن انه ترضي عنها ابدا. انت بتهيني وبتهددني؟ انا ما قصدت اهانتك ولا تهديدك. اذا تدفعلي 500 ليرة؟ اذا كان وافقت الست والدتك. يا سائل يا بارد. قليلة الأدب. أنا قليلة الأدب؟ طيب أنا بعرف شغلي معك، إذا خليتك بالمزرعة الله لا يخليني. من نائف منك ومن منظرك. علي يا أختي مالك شايفة أمك مريضة؟ يعني بيهون عليكم أني أسمع كلام قاسي ويهني كمان؟ أنت الحق عليكي، فؤاد أفندي رجل مستقيم، وماما يلي فهمته أنه ما يصرف أي شيء بدون إذنها. يعني أنا مالي أي قيمة أبدا في هالبيت. ما يا كوثر، نحن تصرفاتك ما نراضين عنها أبدا أبدا. نحن ما صدقنا أنت خلصنا المحاسب القديم
هاي ايدي الكره مع المحاسب الجديد فهمتي؟ ولو ما بتقبل اعتذاري؟ انت بتشرب خمر؟ لا، هذا حليب. حليب؟ انت بتضحك علي يا فؤاد افندي؟ لا لا، هذا اسمه حليب. وفي الناس بتشرب حليب؟ والله بستعمل الحليب كدواء لحتى اعالج نفسي فيه. دواء؟ انت مريض يا فؤاد افندي؟ لا، بس لحتى اخلي صحتي ممتازة على طول. يا سلام، هات لدوق. الحليبات. خلي الحليب لك انت. اعتذاري بكل ممنونية ومنظري لسه غير مستحب؟ لا أبدا. أهلا فؤاد افندي. الآنسة نادية موجودة يا ست كوثر؟ أها طبعا طبعا. نادية نادية، مين يا كوثر؟ فؤاد افندي يا نادية. خليه اتفضل يا كوثر. إلا قل لي يا فؤاد افندي، لساك بتشرب من الدواء؟ دواء؟ يعني الحليب لحتى تحافظ على صحتك.
والله على حسب الظروف. ظروف؟ دوا بتشربوا على حسب الظروف؟ طبعا لما بكون زعلان ومنرفز رأسا باخذ من الدواء لأنه بيسكن لي أعصابي وبينسيني آلامي. مسكين، واليوم ناوي تشرب من الدواء كمان؟ والله على حسب الظروف. نعم يا فؤاد أفندي. أنا أنهيت حساب العمال عن الشهر الماضي ودفعت كل التعويضات، وهي كشف الحساب، باقي 800 ليرة من أصل 1900. طيب شكرا، يعطيك العافية. عن إذنكم يا ستات. تفضل خذ لك فنجان قهوة. لا لا شكرا، والله أنا ممنوع عن القهوة. ممنوع؟ خير إن شاء الله. لا والله بس أعصابي تعبانة شوية. عن إذنكم يا ستات. مع السلامة. مع السلامة. فؤاد أفندي. نعم يا أنسة كوثر. إذا كانت أعصابك تعبانة لازم تشرب من الدواء. حاضر. الله، مين؟ الآرسة المحترمة كوثر؟ جايب لك أكلة طيبة كتير، لحم بالفرن. تسلم إيديكي يا كوثر. الله يسلمك. الله، عم تشرب من الدواء؟ هذا الحليب، الحليب اللي بداوي آلام الوحدة اللي أنا بعانيها في نفسي. مسكين. تفضل يعطي شوي. لا لا لا، بخاف ماما تدور علي وما تلاقي. أنت لا بتخافي لا من ماما ولا من بابا. لا. فؤاد سامع يا فؤاد؟ سيحديك، يمكن طلعت. الوقت مضى بسرعة. خطر؟ لا سمح الله يا كوثر. لا لا، لكن في موضوع خطير لازم اقول لك اياه. تركينا يا كوثر، صار لك 10 ايام وانت متغيبه عني. ارجوك ارجوك يا فؤاد انك تسمعني. خير يا كوثر؟ انا خير. حامل ليه؟
صار لي شهرين وخايفة من الفضيحة. والعمل يا كوثر؟ لازم نهرب يا فؤاد ونعيش بعيدين عن أهلي. نهرب؟ أحسن حل لستر فضيحتنا. لكن لا، بس أنا ما عندي مال إنه نعيش منه. مال؟ أنا بدبر شوية مال لبين ما تلاقي عمل. طيب أنت أعصابك تعبانة يا كوثر، تعالي بكرة الصبح نتدبر الأمر. تعالي امشي معي. أنا خايفة يا فؤاد. لا تخافي يا كوثر، تعالي تعالي. سامع يا فؤاد صوت مشي؟ أنا شايف ضوء من بعيد جاي من ناحيتنا. شفته يا عم محمود؟ انا شفته يا ست ناديه، بعيني شفته، وهلا بغرفته بتشوفيها موجوده بعينك عنده. يا فضيحتنا يا عم محمود، انا خايفه ماما تدرى وانت بتعرف انه عنده مرض القلب. اسمعي يا كوثر، انت روحي من الطريق بسرعه وبكره الصباح مندبر الامر. انا خايفه يا فؤاد. لا تخافي لا تخافي، بسرعه. الباب مفتوح، فوت قدامي يا عم محمود. يعني معقولة اني ازعجك وخليكي تقومي من النوم لو ما كنت متأكد؟ طيب استنى شوي لنشوف يا عم محمود. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، شو ملح ودابت، والله شي غريب والله. يا عم محمود يمكن كنت شايف منام لما شفتها راحت لعند فؤاد. وليش هي موجودة يا ست بأوضتها ونايمة بسريرها؟ أنا شفتها بعيني شفتها. أنت أعصابك تعبانة كتير يا عم محمود من السهر. أبدا والله 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 بعيني شفتها. طيب طيب روح هلا على بيتك واستريح وبكرة منتأكد. يا عالم يا ناس والله العظيم بعيني شفتها بعيني شفتها. Thank you.
خليك صاحي، اوعى تنام مثلي. ايه الحمد لله يا رب، الحمد لله. عشرة آلاف ليرة. برافو عليك. تركينا نتمتع بأكبر قسط من جمال المصايف. صحيح يا فؤاد، لكن المال اللي عندي راح ينتهي. ولا يهمك، الله كريم، الله بيرزق النايم والقايم والمتكي على جنبه. قوم بقى يا عم محمود. أنا لا يمكن إني أخطي خطوة واحدة. أرجوك يا عم محمود تركيني. شو اشتريتوني؟
لفينا اللاذقية كلها ونحن عم ندور على الست المصونة. لأجل خاطري يا عم محمود. لا أرجوك. لا طيب ها ايه. يا الله يا الله. مالك بتبحلقي فيي مثل الصنم؟ هلا انا صرت مثل الصنم يا فؤاد؟ على طول جبداني مثل الصنم. كثر خيرك. انا اللي ضحيت من اجلك بكل شيء. وانا كمان ضحيت لاجلك بكل شيء. ضحيت بوقتي معك. وقتك؟ هو وقتك ثمين لهالدرجة؟ وقتي بينباع مثل ما بينباع إسانس العطر يا شيري. شو عم تساوي يا عم محمود؟ عم بشم الأثر. الله يساعدنا عليك. وصلنا كتابك اللي أرسلتيه بالبريد. نادية سامحيني يا أختي. سامحك بعد ما فضحتينا ودستي على شرفنا يا كوثر حتى صار اسمنا على كل شفة ولسان. وأمك وأمك المسكينة يا كوثر اللي قتلها اليأس ماتت؟ لا على فراش الموت وكله بسببك انت يا كوثر. ارجوك يا نادي ارجوك لا تعذبيني اكثر من هالعذاب. وين الولد اللي وضعتيه؟ بنت وماتت
وفؤاد فين هو؟ بالخمارات نوادي الأمار. ما لقيت غير هيك رجال تحبيه. يلا استعدي ولمي ثيابك حتى تروحي معنا. أنا بقي عندي ثياب أو أي شيء؟ كل ثيابي باع وصرف على سكره وعربته. ها؟ والعشرة آلاف الليرة اللي سرقتيهم من درج الخزانة كلهم صرفهم على القمار والخمارات. ها؟ ست كوثر. نا يا فؤاد نحن جايين نتفاهم معك. أرجوكي لا تتدخلي بيني وبين مراتي أبدا. هلا صرت مراتك يا جبان؟ صرتي هلا قدام أختك تهينيني يا قليلة الأدب. ما يا فؤاد إذا حاولت ترفع إيدك مرة ثانية أنا مستعدة إني أكسرها. هشام ضاع.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كتر خيرك يا بنتي، إذا كان عندك كاسة مي أو قطعة خبز أو أي شيء. أنا جوعان جوعان. جوعان، طلب مني قطعة خبز أو أي شيء من الأكل. أعطيه يا حبيبتي. دخلت المطبخ يا مامي. طيب أنا جاي أكتب له لقمة أكل. انت بتبكي يا عم؟ ارجوك يا بنتي، ارجوك انك تسامحيني. انا اول مره بحياتي ببكي. ببكي لاني شاهدت انسان رحيم بيحاول انه يعطف علي ويواسيني ويرسي لحالي. أرجوك لا تؤاخذيني، يمكن إني أنا أزعجتكم. أنا ماني مصدق نفسي أبداً، أنا ماني مطمئن. أنت مالك مطمئن؟ أنت خايف؟
انت ببيتك ولازم تطمئن. عفوا يا بنتي، انا ما تعودت اني اسمع الكلام من تم انسان ابدا من قبلي. انت ملاك، ملاك الرحمه والحنان. أنا من مدينة دمشق يا بنتي. مالك أهل أو قرايب؟ قرايب أهل، كان عندي زمان أهل وقرايب، لكن هلا أنا وحيد. مسكين. أنتوا فين يا أولاد؟ شايفة يا ماما نجم مسكين ومريض كمان. تعمل في شيء؟ لا لسه يا ماما. استني شوي، باين عليه المسكين غلبان. اي والله يا ماما قلبي تقطع عليه. يا أولادي كنتوا تسألوني عن أبوكم، وكنت قلكم إنه مات. تريدوا تعرفوا الحقيقة؟
هذا أبوكم.